علاش هاد الدراري غيعتقلو؟ علاش ما اعتقلوش حنا اللي كلينا العسل بولوس صوتنا؟ الدراري علاش هاد الدراري اشنو داروا؟ هما كيهضروا على حقهم، حنا كنهضروا على حقنا وليدي. واقفين اخويا تضامنا مع هاد الدراري هادو، هاد الدراري هادو كيخرجوا بحالنا بحالهم، تا هما كمتضررين، هما ماشي ساكنين في الفيلات وجاو كيحرضونا حنا، تا هما متضررين كما انا متضرره وخرج انا وليداتي، اعتقلوا نساء انا يعتقلوا هاد السكينه كامله، حنا خرجنا اليوم كمتضررين كندافعوا على الحق ديالنا، ها 4 شهور هادي وحنا كنخرجوا في وقفات احتجاجيه سلميه، ما كنضربوا حد، ما كنعتديوا على ممتلكات الدوله ولا ممتلكات الغير، وقفات سلميه كنحتجوا على الحقوق ديالنا، صافي، علاش هاد الدراري هادو شدوهم، لا شدوهم هما يشدونا حتى حنا، حتى حنا راه كنخرجوا حنا وليداتنا، طالب ديالنا خويا هما يطلقوا الصراح ديال هاد الوليدات هادو، هادو راه تا هما من الساكنه ماشي جايين من بلاصه اخرى، تا هما كمتضررين كما خرجت انا ذاك النهار انا وليداتي، تا انا كون اعتقلوني انا ولادي، واعتقلوا الناس الاخرين هما وليداتهم، حنا كنخرجوا راه الهم والقهره هي اللي خلاتنا اننا نخرجوا، حنا ماشي حبا باننا نخرجوا ولا اننا نتظاهروا، كنتظاهروا بطريقه سلميه، ما كاين عرف ما كاين حتى شي حاجه، ما كنديروش شي حاجه خارجه على القانون. الدراري هما معتقلين على السكن ديالهم، هما معتقلين الدراري على السكن ديالهم، بغاو حقهم ما اعتقلوهم، لا شنو السبب؟ انا ولدي يضيعوه بولادو، اش كندير له؟ ولدي راه عنده ولادو، عنده محالو حدايا، علاش يضيعوه؟ هذا راه ماشي حق، هنا استفادوا الاولا خاصو يستافدوا الاخرا، انا عندي 6 الاولاد استفاد لي واحد و5 باقي علاش؟ طلب ديالي انا كنستافد كنطلب ولادي خاصهم يستافدوا من الحالات ديالهم، وهاد الناس كلهم والدري اللي معتقلينها علاش خصو شنو دار؟ اعتقلوه على يريب المحال ولا اعتقلوك؟ شنو هو السبب؟ ما كيظلم حد ما كيقرب حد، كيقلب على حقه محال بحاله بحال المواطنين، هذا اللي كيقلب عليه. انا يا اخت خالد معتقل دابا كيهضر على راسو على البراكتو خارج على ولادو، دابا هذه 3 ايام هو بايت عندهم هنا، ولكن ولادو كيبكيو عليه صغار، خلاهم كاملين مجوع، واش حنا لا تشد خونا على البراكتو؟ حنا كنديروا للدراري ولادو تا هو من ولد الشعب كاملين، كيهضر على راسه وما كيزعم حد، كيهضر على راسه كيخرج كيقول انا بغيت السكن ديالي. حنا كنت تكونوا من 6 الناس 6 دراري خوت، تا واحد اليوم استفد منا واحد الدري اللي مستفد، ولكن خونا هذا اللي تعتقل دابا خلى ولاده صغار ما عندنا كنديروا ليه. حنا بغينا خونا يخرج لولاده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.